بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لا معلش يا ابني، انت يا حبيبي اللي جاي تقول لي تراجع تراجع تراجع، ارحمني. مش كل مره اقول لك في سفيان بقالي، مش كل مره هقول لك لا مؤاخذه يعني في المصرار، مش كل مره اقول لك عندك اشرف سعود، مش كل مره اقول لك ان انت بتلعب بفريق تاني. يا ابني يا ابني ارحمني، عشان الواحد بدا يتعب معاك والله. مش كل مره اقول لك منتخب المغرب يفوز على اي منتخب تقول لي لا منتخب المغرب مستواه تراجع. يا عم ايه ده بقى، ايه ده؟ وبعدين انك بتلعب قدام منتخب الكويت بالفرق التانيه والتالته، فده انجاز اصلا انك تطلع كسبان 4-2، ودي حلت المباراه شويه. لا يا معلم، يا خلت المنتخب المغربي لعب وان سايد جيم برضه، اللي هو بسم الله ما شاء الله يا اخوانا، يعني بلعب بالفريق الثالث وبلعب وان سايد جيم، وفي الاخر حد يطلع لك من تحت يقول لك ايه اصل والله في تراجع شويه. يا عم تراجع ايه، مش ناقص وجع قلب. بس عارف اكتر حاجه زعلتني، اكتر حاجه زعلتني الراجل المحترم المعلق عمال يقول سعد سعد سعد، الراجل كابتن الفرقه اللي سجل الهدف الاول والثاني ده، انا مش عارف ده سعد ايه بصراحه، انا مش عارف ده سعد ايه. اه والله انا مش عارف ده سعد ايه، مش لاقي اسمه للاسف الشديد. وموقع البطوله كاتب لي اللي سجل الهدف الاول والثاني هي ادريس رئيس فني. لا والله مش ادريس، ما تكدبش عينيا اصلا، مش ادريس يابا ما تكدبنيش. اللي جاب الجون الاول لعيب اسمه سعد، يعني انا عارف اسماعيل مزاه، وعارف عثمان بونزو، وعارف سفيان شعراوي، وعارف خالد بوزيد، وعارف حارس المرمى رضا الخياري، انا عارف الفرق كلها. فما تجيش تقول لي لا مؤاخذه يعني اللي سجل الهدف الاول والثاني ادريس رئيس فني. لا يا زميلي، انا اتفرجت على الماتش، وانا بس لا مؤاخذه اتفرجت على الماتش وكنت مطبق، وبعد كده قررت ان انا اخد تاثيله شويه، قلت كده كده ما حدش عبرنا عشان احنا بقينا من الخوارج بعيد عنك بالنسبه لبعض الجمهور المغربي. فليله كبيره قوي حضرتك يعني لما تتكلم على مباراه قدام منتخب الكويت، واحد من افضل المنتخبات العربيه في الفوتسال، وتقدر تكسب الكويت 4-2 وانت بتلعب بالفريق الثاني والثالث. فلا يا اسطى ما اسمعش منك والنبي الكلمه بتاعت اصل احنا مستوانا متراجع، اصل احنا بنضيع فرص. لا معلش، موضوع تضييع الفرص ده باكج موجود عندك في منتخب المغرب للفوتسال، يعني موضوع ان انت بتضيع فرص ده الطبيعي وده العادي حرفيا، اللي هو منتخب المغرب للفوتسال لو ما تضيعش في المباراه ده 5-6 جوان كده تحس ان في حاجه غلط. بس هو النتائج يعني تحس ان هي في تراجع شويه. ليه؟ اصل معلش منتخب المغرب كان متعود ان هو يدوس، يعني السنه اللي فاتت منتخب المغرب كان مسجل حاجه و20 جون، السنه دي 15 جون، كلام فاضي. كان في حد في الكومنتات اثناء البث المباشر بتاع المباراه كان بيقول لك منتخب المغرب الوحيد اللي ما دخلش فيه اهداف، اه لبس جونين يا فقر، لبس جونين يا فقر. اه يلا مش مهم، المهم ان منتخب المغرب نهى الدور الاول بفوز رائع على منتخب من افضل المنتخبات في الدوره، وممكن يكون من المرشحين ان هو يوصل للمباراه النهائيه، وهو منتخب الكويت. منتخب الكويت النهارده اللي لما لعب قدام المغرب بطريقه السوبر باور او الفول باور على راي اخواننا اللي بيحلقوا على المباراه، اللي هي لا مؤاخذه الحارس الطائر اللي هم بيلبسوا الحارس شيرت لعيبه وبينزل، كان عارف حقيقه مؤلمه ايه هي؟ ان منتخب المغرب هيلبك حتى لو حاولت تلعب زياده قدامه هيلبك. ليه؟ في فرق كواليتي حضرتك، في فرق كواليتي منتخب المغرب هنا والمنتخبات العربيه المشاركه في الدوره هنا، دي حقيقه مؤكده بالنسبه لواحد اتفرج على الدوره، وبالنسبه لواحد اتفرج على منتخب المغرب في ماتشاته في كاس القارات. بصراحه في فرق كواليتي عالي قوي، حتى المنتخب المغرب بيلعب الثاني والثالث في فرق كواليتي بعيد قوي يا معلم للامانه يعني. فالمنتخب المغربي قدر ان هو يعمل مباراه عظيمه، وقدر ان هو يعمل مباراه رائعه برضه، رضا الخيالي طلع كورتين ثلاثه حلوين رغم ان هو لبس هدفين النهارده. فالف مبروك للمنتخب المغربي يا شقيق، وبالتوفيق في مباراه القادمه. اما لو انت من الناس اللي لسه برضه زعلانه فعادي يا زميلي، انت جيت في جمل، رايي واحترم ورايك واحترم، هقول حاجات تعجبك وقول حاجات ما تعجبكش، هو اليوتيوب كده للاسف الشديد يا صديقي انها اراء، طبا للاراء التي تجعلنا مختلفون. لا حضرتك، الاختلاف في الراي لا يفسد الود القضيه، في ناس كانت تفسد الود القضيه براحتها بقى. اهو اذكر كم من لاعب مغربي موجود في الصوره، ولو ما شفتوش يبقى انت ما بتحبوش.